لما تيجي تنام وعقلك الباطن يشتغل. قفلتي باب الشقة بالمفتاح والترباس؟ قفلت. طب روحي اتأكدي احسن يدخل لك حرامي. طب اروح اتأكد. طفيتي البوتاجاز ولا ناسيه زي كل مرة؟ انا ما ولعتش البوتاجاز من بدري بس اروح اتأكد. قفلتي الحنفيات احسن المية ترجع وتغرق الشقة؟ مش فاكرة، يمكن يكون حد من العيال فتح الحنفية ونسوها. اروح اتأكد. قفلتي البلكونة والشبابيك احسن فار يدخل؟ قفلتهم. متأكدة؟ فاكرة لما عيالك سابوا الشبابيك مفتوحة ودخلك فار وقعدت 3 أسابيع ما عرفتيش تمسكيه؟ عندك حق، اما اروح اتأكد على الشبابيك وعلى البلكونة. طفيتي المراوح في اوضة العيال؟ يوه سيبيني انام بقى. براحتك، سيبيهم يناموا على المروحة ويصحوا تعبانين وتجري بيهم على الدكاترة وتصرفي فلوسك على العلاج. لا لا خلاص انا قايمة اهو. مش هتنيمين. خلاص حرام عليكي، سيبيني انام بقى. خلاص خلاص تصبحي على خير. هنلعب اللعبة بتاعتنا، هنعد من 1 لغاية 3 وكل يدوس على علامة اللايك العلامة صباعه فوق ويعمل لنا اشتراك في القناة. 1 2 3. ايوه كده يا حبايبي شطورين. يلا بقى تصبحوا على خير.